شنية آليتها؟ آليتها هو تحريك الشارع، تحريك الشعب وتحريك السواكن والنخب من أجل التصدي للاستفتاء. هذه الآليات شعارها واضح أنه لا يمكن أن يقع الاستفتاء بالشكل هذا وبالطريقة هذه. تصور أنت اللي مع تحريك الشارع مش ما نجم نقاوم الاستفتاء عدم هذا متاع الاستفتاء؟ ما عندناش حل آخر. شو الحل اللي عندنا؟ ما عندناش حل آخر. يعني ثم الناس تقول لك نشارك ونعمل، لا شارك في عملية انتخابية معناها اللي آلياتها غير مضمونة وأنها شفافة وهيئة منصبة ومعناها رفض المراقبين وكل هالمآلات هذه مش ممكن. تراش وأنه معناها تحرككم توا متأخر؟ لا عليه، لا لا، في مكانه، في مكانه. هذاك هو شهرين قبل الوقت هو أعلن على تمشي متاعه في الحوار، احنا انطلقنا في العملية متاعنا. الاستفتاء هو قتل للساحة السياسية، تغيير المنظومة الكل هو قتل، مش للساحة السياسية، قتل للدولة. احنا بصدد معناها نعيشوا في عملية تهديم الدولة شوي بشوي. تراش وانه معناها خليتوا له المجال من خلال هو تملكم من معناها تمكنوا من الدولة والسلطات، الانفراد بكل السلطات، معناها هذا السؤال، علاش معناها خليتوا له المجال باش هو تصرف كما يجب؟ احنا خذينا مواقف الابان عندما اصدر الامر 117، كان موقفنا واضح رغم اللي معناها الناس وغالبية المواطنين كانوا مع القرارات هذه، لكن قرار غير شعبي، موقفنا ما كانش شعبي. معناها توا الامور قاعده تتغير رويدا رويدا، لانه مردود الحكومه مردود قيس سعيد ضعيف. الناس كانت اطمئنت من الاول ووافقت على التغيير سي خليل، لانه العشريه كانت سوداء بكل المقاييس، معناها ادات هي كانت نتيجه حتميه لطبيعه وضع متردي. تشاطرني الراي ولا لا؟ العشريه ما كانتش سوداء بالسوداء اللي يحكيوا فيها، فيها برشا جوانب ايجابيه، فيها دستور ديمقراطي ويحفظ الحقوق والحريات هي اهم حاجه، وقمنا بعمليات انتخابيه معناها اللي حطتنا في المرتبة الاولى على المستوى الدولي، فيه تناوب على السلطه وفيه معناها تعدات السلطه من طرف الى طرف اخر، من اغلبيه الى اغلبيه اخرى، وهذا هو الديمقراطيه. علاش هذه كله سوداء؟ صحيح الوضع الاجتماعي ماهوش والاقتصادي ما تحسنش، هذا هو، هذيك هي النقطه فقط. التغيير اللي تحكي عليه ما لمسوش الناس، ما لمسوش التغيير حقيقي، سواء على مستوى المعيشي على مستوى الحياة الاجتماعية بصورة عامة. موافقك، نشاطرك الرأي، نشاطرك الرأي. وذي الحكومات والناس كل لازم تفهم اللي في فترات الثورات ثم السنوات الأولى دائما تراجع اقتصادي واجتماعي ثم تعود تنطلق العملية. طويلة 10 سنين راهو في عمر الشعوب. طويلة حتى بن علي 23 سنة طويلة. رسالة أخيرة، ما نفقدوش الأمل. يعطيك الصحة دكتور.